في يوم مشرق في قلب اوضه فيها كل مظاهر الطرف والرفاهيه وريش النعام، بتصحى بطلتنا من النوم وبتجري بسرعه توضب نفسها وتحط المكياج السريع والخفيف وبترجع تاني على السرير، ووقتها بتصحى بقى بجد من النوم بس وهي فاتحه لايف مع المتابعين والمعجبين، وبتقول لهم صباح الخير دي انا حبيبتكم بادجت، وزي ما عودتكم كل يوم الصبح نتكلم عن تغيير الشكل للاحسن لان المظهر الخارجي هو اول حاجه الناس بتشوفها، فتعالوا نشوف الروتين الصباحي بتاعي. وتبدا ترد على اسئله المتابعين اللي نازله عليها كتير جدا، وطول الوقت عماله بتنصحهم انهم يستخدموا منتجات فينوم، وده طبعا علشان شغاله فيها. وبعد ما تخلص تقوم تغير هدومها علشان تروح للمدرسه، واول ما تخرج من الاوضه ده بقى العالم الحقيقي بتاعها، عباره عن شقه ضيقه جدا وباين عليها الحاله المتواضعه، عايشه فيها مع امها واللي بتحاول دايما ان هي توفر لها كل سبل الحياه، وبتشتغل ممرضه. فبتسالها عملت ايه النهارده في الشغل، فبتقول لها سهرت طول اليوم علشان كان عندنا حالات حرجه. بعدها بتلاقي جواب جاي لها بارباح السوشيال ميديا بتاعتها واللي بتكون عاليه جدا، وبتخلي الام تستغرب منها لانه طبعا اعلى من المرتب بتاعها بكتير، ولكن بادجت طول الوقت بتحاول تخبي حياتها البسيطه جدا عن اصحابها الاغنياء. وكل يوم بتجري الصبح من عند بيتها لقدام بيت كبير علشان تركب مع اصحابها اللي فاكرين ان هي ساكنه في البيت الكبير ده، ولما بتركب معاهم بيسالوها عن طبق الحلويات اللي في ايدها، فترد عليهم وتقول لهم انا عامله الحلويات اللي بيحبها جوردن علشان النهارده بيكون عيد ميلاده، وهروح اعمل له مفاجاه وهو بيصور اغنيته الجديده وهصور لايف. بنروح بعد كده على برين اللي بتتفرج على اغنيه لجوردن برضه، فكاميرون اخوها بيقول لها انت ليه بتسمعي التفاهه دي، فترد عليه وتقول له على فكره انت غيران منه علشان موجود معاك في نفس الصف في نفس المدرسه وهو اشهر منك بكتير والبنات بتحبه، فيرد عليها ويقول لها علشان انا الوحيد العاقل في مستنقع الحمقى اللي احنا فيه. وبعد كده بنروح على مستنقع الحمقى اللي هو مدرسه كالي الثانويه، بنلاقي كاميرون قاعد مع نيشا صاحبته الوحيده في المدرسه كلها، وبيتفقوا مع بعض على رحلتهم اللي هيعملوها في الصيف علشان يدرسوا بره. ده حتى براين اخت كاميرون بتعمل نفسها مش عارفاه في الجامعه لانها بتتكسف منه، بس هو بيهزر معاها وبيحرجها قدام الكل ويفضل يضحك مع صاحبته ام بادجت. فبتكون وصلت لعند موقع التصوير بتاع جوردن، وبدات صاحبتها اولدن تصورها وهي داخله على حبيبها وبتديله الهديه، ولكن المفاجاه بقى انها بتلاقيه بيخونها مع واحده ثانيه وبتتخانق معاه، بتفضل تشتمه وتحدف عليه الحلويات اللي هي عاملاها له، وكان مظهرها وحش جدا. الكارثه بقى ان كل ده كان بيتصور لايف، كل الناس عماله بتتفرج، باختصار اتفضحت. فاول ما يحذروها ان كل ده بيتصور فترمي التليفون بتاعها، وتاني يوم بتفضل بادجت في سريرها مش عايزه لا تروح المدرسه ومش بترد على التليفونات اللي بتجيلها، وبتحاول امها انها تخفف عنها وتقول لها انا عارفه انك زعلانه جدا علشان انفصلتي عن حبيبك، وكمان اتدمرت سمعتك قدام الناس وحاسه ان دي نهايه العالم، ولكن لازم تعرفي ان كل ده هيتنسى وهيمر وهترجعي تاني لمكانتك. وبعد شويه بتتصل كوين صاحبه بادجت علشان تطمن عليها، وبتحكي لها عن اللي حصل بعد الفيديو اللي انتشر، ولما بتشوف بادجت حساباتها بتلاقي انها خسرت معجبين كتير جدا، وكمان اتريقوا عليها واتنشرت فيديوهات وتعليقات وحشه كتير عنها. بس المشكله ان الكلام ده بيوصل لعند جاسكا صاحبه شركه التجميل فينوم اللي بادجت شغاله فيها، بتعمل لها دعايه، فبتتصل بيها وبتقرر ان هي تفسخ كل العقود معاها علشان سمعتها بقت في الارض، وبتقول لها لما ترجعي تاني لشهرتك هرجعك لمنصبك وهتاخدي فلوس اكتر كمان. فبتتعصب كده لانها خسرت سمعتها وفلوسها وشغلها وكل حاجه. وفي المدرسه بقى صاحبتها اولدن وكوين بيتكلموا مع بعض عن اللي حصل، وواضح كده ان اولدن غيرانه من بادجت ونيتها مش صافيه ناحيتها خالص، علشان كده بتقول لكوين خلينا واقعيين، بادجت هي ملكه المدرسه واشهر واحده فيها، وحبيبها هو ملك المدرسه المشهور، وكمان شغاله مع شركه فينوم الكبيره، فلازم كل ده كان ينتهي في يوم من الايام. وفجاه بتوصل عندهم بادجت وبتقول لها هو ايه اللي هينتهي، فيحاولوا يغيروا الموضوع، بس الغريب بقى انهم بيلاقوا جوردن قاعد وسط اصحابه عمالين يضحكوا ويهزروا، ومش بس كده ده كمان المتابعين عنده زادوا بعد الفيديو. وقتها بادجت بتقول لهم هو ناسي وقت ما شفته اول مره لما كان شكله بشع جدا وتخين ولبسه مقرف، انا اللي غيرته وخليته مشهور وكمان وسيم. فبتقول لها اولدن الحل الوحيد انك تعملي ملك جديد بدل القديم. وفجاه وهما بيتكلموا بيقطع كلامهم اعلان في اذاعه المدرسه وبيقول حفله التخرج قربت خلاص، ولازم تبداوا التصويت على ملك وملكه حفله التخرج اللي عايزينهم يكسبوا. وقتها بادجت بتقول لصاحبتها خلاص انا عرفت هعمل ايه، هثبت للكل ان اقدر احول اي شخص علشان يكون ملك حفله التخرج، وهقدم الملك الجديد في الحفله الجايه، وقتها بس هقدر ارجع كل حاجه زي ما كانت. فاولدن بتقول لها حلو جدا، بس خلي بالك هيكون في رهان لو ما عملتش الكلام ده. فعليا بتوافق على التحدي وبيروحوا عشان يختاروا الشخص المطلوب، وطبعا عايزين واحد فاشل جدا ومكروه من الكل، في
فبيشوفوا طلبة كتير جدا منهم المجرم واللي بيبيع المخدرات واللي منبوذ. في نفس الوقت بيكون صاحبنا كاميرون عمال بيعمل هوايته المفضلة وهي التصوير، بيصور كل حاجة لحد ما يجي جوردن واصحابه ويحدفوا عليه العصير. لو اخدت بالك كاميرون هو روبي من كوبرا كاي، ولو لسه ما شفتش كوبرا كاي ولا تعرف ايه المسلسل ده اصلا فانت فايتك كتير جدا. لينك المسلسل العظمه ده موجود تحت في صندوق الوصف او ادخل شوفه على القناه. نرجع بقى لكاميرون البائس بعد ما اتهزق من جوردن واصحابه وبقى شكله وحش جدا، وطبعا بادجت واصحابها شافوا اللي حصل كله، ويظهر كده ان هم لقوا الشخص المناسب اللي هيعملوا عليه التحدي. اما كاميرون فواضح كده انها مش اول مره يتعرض للضرب من جوردن واصحابه، بس هو كمان كان بيتريق عليهم وعلى تصرفاتهم، فكانوا بيحدفوه بحاجه في وشه او يضربوه او يشلوه يرموه في الزباله. وتاني يوم بتبدا بادجت خطتها وبتروح لعند كاميرون واخته برين، وطبعا بيستغربوا عشان دي اشهر واحده في المدرسه، لكن هي بتقول لكاميرون احنا مع بعض في الفصل وعايزه منك حاجه، احنا عندنا عرض الاسبوع الجاي وعايزك تصوره، مش انت بتصور برضو؟ فبيتريق عليها ويقول لها ايوه انا بصور بس انت مش عايزه حاجه تافهه، وبعد كده بيسيبها ويمشي. ولكن برين اخته بتفضل مع بادجت وتعتذر لها عن تصرفاته وبتقول لها انا اخته الصغيره واسمي برين، انا معجبه جدا بيك وزعلانه على اللي حصل لك، بتاسف على اللي عمله اخويا دلوقتي بس هو مش بيحب الحاجات دي. فبتسالها بادجت امال بيحب ايه، فترد عليها وتقول لها ان هو بيحب التصوير بس عمر ما حد شاف صوره، وكمان بيحب الموسيقى القديمه والخيول والكلام ده. في تاني يوم على طول بادجت بتروح الاسطبل وبتقابل كاميرون وبتطلب منه يعلمها ركوب الخيل، فبيوافق ويفضلوا يتكلموا مع بعض شويه، بس هو بيلاحظ انها طول الوقت عماله بتاخد صور، فبيقول لها هو انت ما تقدريش تستمتعي باللحظه اللي انت فيها من غير ما تشاركي الموضوع مع الف واحد؟ فبتقول له اولا دول اكتر من كده بكتير، وبعدين انا بالنسبه لهم موديل بياخدوا نصايحه وبيسترشدوا بيها. وطبعا كالعاده بيتريق عليها بس بيفضلوا يضحكوا ويهزروا مع بعض. وتاني يوم في المدرسه بيكون كاميرون ماشي مع صاحبته نيشا، فهتيجي وتعزمهم على حفله في بيت كوين صاحبتها، فعليهم بيوافقوا ان هم يحضروا، او الاصح يعني ان نيشا هي اللي بتخلي كاميرون يوافق. وبعدها كاميرون بيعاتب نيشا علشان وافقت، فبتقول له مش انت بتحب تعمل مغامرات، خلاص الحفله دي كمان مغامره. وفعليا لما بيروحوا للحفله بيفضلوا يتريقوا على كل حاجه، خاصه بقى لما سمعوا اولدن وكوين اصحاب بادجت وهم بيغنوا. وقتها بادجت بتيجي تسلم عليهم لكن بيندهوها علشان تغني، فبتروح تغني قدام الناس كلها، ويظهر كده ان كاميرون بدا يهتم بيها. لكن فجاه بيدخل الحفله جوردن ومعاه حبيبته الجديده، فلما بتشوفهم بادجت بتبدا تلخبط في الاغنيه والناس بتتريق عليها. ووقتها كاميرون بيسال نيشا عن اللي حصل، فبتقول له جوردن ده كان حبيبها وخانها قدام الكل واهانها. فبيجري كاميرون على المسرح ويقف جنب بادجت ويغني معاها، فتسترد تركيزها من تاني وتغني معاها، وكل الحفله تنبسط وكلهم فرحانين ومتفاعلين معاها. اما جوردن طبعا بيتغاظ، واكيد كل الكلام ده متصور والمشاهدات بترجع من تاني، فبتشكر بادجت على ان هو انقذها قدام الناس. وبعد كده بياخدها يوصلها للبيت، فبتحط المحفظه بتاعتها في عربيته كانها نسيتها يعني علشان تقابله من تاني وتكمل الخطه. بس قبل ما تمشي نيشا بتقول لها على فكره انا ما كنتش متوقعه انك شخصيه كويسه كده، بس خلي بالك ان كاميرون ده زي اخويا بالظبط، فلو بتعملي عليه لعبه او اذيتي مشاعره انا مش هرحمك. وتاني يوم برين واخوها كاميرون بيفطروا مع بعض، وبتقول له على فكره الفيديو بتاعك وانت بتغني مع بادجت عمل 2.5 مليون مشاهده، فبيتفاجئ ويقول لها ان الموضوع كله حصل بالصدفه ما كنتش اعرف. وهو فعلا معاه حق، الكاميرات احيانا بتصور حاجات مرعبه من غير ما تاخد بالك منها. لو عاوز تعرف اغرب فيديوهات صورتها كاميرات المراقبه ما تفوتش الفرصه وشوف الفيديو على القناه الثانيه سكريبت بالعربي، اللينك موجود تحت في الوصف. بالنسبه لكاميرون وكمان برين فبيقطع كلامهم اتصال من بادجت واللي بتقول لهم انها نسيت حاجتها في العربيه بتاعت كاميرون وهتيجي دلوقتي علشان تاخدها. وفي الوقت ده جيسيكا بتتصل ببادجت وتقول لها انا شفت الفيديو بتاعك مع الشاب الجديد ده، واضح كده ان هو شاب مميز وليه معجبين كتير. فبتقول لها بادجت لا ولسه لما اغيره خالص ويكون احسن من جوردن بكتير. فترد عليها جيسيكا وتقول لها خلاص تمام، واول ما ده يحصل هتستلم شغلك من تاني. وبعد كده بتدخل بادجت على بيت كاميرون وبرين وبتلاقوهم بيفتحوا صناديق الهدايا، فبتسالهم منين الصناديق دي كلها، فبيقول لها كاميرون ابويا عايش في السويد وكل سنه بيبعت لنا صناديق هدايا زي ما انت شايفه فيها هدايا لكل الاعياد اللي عدت وما كانش موجود فيها معانا. فبادجت بتقول لهم على الاقل ابوكم بيهتم بيكم ويبعت لكم. وبعد كده بتطلب من كاميرون يديها درس تاني في ركوب الخيل، وفعليا بيروحوا يركبوا خيل مع بعض وفي نفس الوقت بيتكلموا. فبتقول له بادجت امتى هتيجي الفرصه وتوريني الصور اللي بتصورها، فبيقول لها محدش بيشوف صوري. وقتها بترد عليه وبتقول له اشهر المصورين محدش كان هيعرفهم لو فضلوا جوه اوضتهم. يمكن الكلام ده هو اللي اثر على كاميرون ويوافق ان هو ياخدها معاه وهو بيصور، وفعليا بياخد الكاميرا معاه ويروح على محطه
القطر يونيون، وبتندهش جدا من جمال المكان وبتحس ان هو كلاسيك جدا وهادي، وبيبدا كاميرون ان هو يبدع في التصوير، وبعدها بيروح يتكلموا فبتقول له انت هنا مختلف تماما عن شكلك في المدرسه، هناك بحس انك كتوم وانطوائي. فيرد عليها ويقول لها انا هنا بكون على طبيعتي لان المدرسه عباره عن مجموعه ناس خايفين، بيحاولوا طول الوقت ان هم يستخبوا في المظاهر اللي خدها. فبتساله عن حياته فبيقول لها انا عايش مع اختي برين وكمان جدتي، ده بعد ما ابونا سافر للسويد واستقر هناك، وامنا ميته من 7 سنين في حادث الطياره، فتتاسف كتير. فقال لها ايوه لانها كانت شخصيه رائعه جدا، هي اللي جابت لي الكاميرا بتاعتي، وانت بقى فين عيلتك؟ فترد عليه وتعرفه ان امها وابوها منفصلين عن بعض، ابوها عايش في فلوريدا مع عيلته الجديده، وهي عايشه مع امها اللي بتشتغل ممرضه وتكافح علشان توفر لها كل حاجه مريحه. بعدها بتجيلها رساله من صاحبتها واللي بتفكرها انها عندها حفله عيد ميلاد تنكريه، فبتعزم كاميرون علشان يجي معاها، وفعليا بيوافق بس بيقول لها ان هو هياخد معاه اخته وصاحبته، وتاني يوم بيروحوا يختاروا الهدوم المناسبه للحفله، وبادجت بتقص شعر كاميرون وبتعمل له تسريحه حلوه، ولما بيخلص لبس بيكون كاميرون بقى شخص مختلف تماما، كلهم بيندهشوا خاصه بادجت. لا وكمان لما بيوصلوا الحفله كلهم بيبصوا على كاميرون، حتى اولدن صاحبه بادجت مش بتعرفه، وبتقول لبادجت في السر كده واضح كده انك كسبتي، ولكن يا عزيزي نيشا بتسمع الكلام وتسالها، بس دي بسرعه بتحاول تتوه الكلام وتقول لها انهم بيتكلموا عن حاجه تانية. وفي نفس الوقت بنلاقي جوردن قاعد مع اصحابه وبيحكي لهم عن صدمه حياته علشان حبيبته الجديده سابته وراحت لغيره، بس كل ده ما زعلهوش، اللي زعله ان اصحابه ما كانوش بيصوروا، وبيفضل كاميرون يصور الناس في الحفله ويظهر ان هو مستمتع بوقته جدا مع بادجت. لكن جوردن لما بيشوف بادجت بيوقفها وبيحاول يتكلم معاها، فبيقول لها انا اسف على اللي عملته معاكي، بس انا مش قادر انساكي، تخيلي بقى لو رجعنا مع بعض وكسبنا ملك وملكه الحفله هنتشهر اكتر ويكون عندنا متابعين وكمان مشاهدات اكتر بكتير. ولكن بادجت بتبعد عنه وبتقول له ما يهمنيش، وبالمناسبه بقى صوتك وحش في الاغاني بتاعتك جدا، وبتمشي وتسيبه. بعد شويه بيلاقي برين اخت كاميرون جايه عليه وبتقول له انا من اشد معجبينك، وطبعا هو ما بيصدق وبيعزمها على مشروب وياخدها معاه. بعدها بيقوموا رايحين عشان يغنوا كلهم لاولدن، وفجاه بتصرخ برين وهي بتجري على اخوها ومن وراها جوردن، فبيسالها ايه اللي حصل، فبتقول له ان جوردن حاول يتهجم عليها. وهنا بقى كاميرون بيهدد جوردن لو قربت ناحيه اختي من تاني مش هرحمك، ولكن جوردن حب ياخد اللقطه وقال له يعني هتعمل ايه؟ تضربني؟ فكاميرون قرر ان هو يوقف جوردن عند حده، وبيقوم القتال بينهم، واللي طبعا كان بيتصور لايف، بس واضح ان كاميرون كان قوي جدا، قدر ان هو يتفادى كل الضربات بتاعه جوردن ويديله كام ضربه قويه لان هو كان محترف في المعارك وطبعا بيكسب. صاحبنا بيتغاظ جدا وعشان ينتقم بيرمي الكاميرا بتاعه كاميرون في المايه، وده بينط وراها بسرعه عشان يجيبها، وبيمشي من الحفله ويسيبها. فبتحاول بادجت ان هي توقفه، فبيسالها هو انا بعمل ايه هنا بالظبط؟ ليه بعد 4 سنين مع بعض في المدرسه تاخدي بالك مني دلوقتي؟ ويظهر ان بادجت ما عرفتش تلاقي الرد المناسب. وقتها بتندهها اولدن وتقول لها اصحابك بوظوا لي الحفله، يا ترى هتنسحبي من الرهان؟ ولكن بادجت بتقول لها انا مكمله في التحدي ولسه عند وعدي. فتقوم رايحه اولدن تنفذ خطتها اللي واضح انها بتستعد لها من زمان، وهي انها تروح تتعاون مع جوردن علشان يدمروا بادجت. وتاني يوم الصبح بتبدا بادجت تعيد حساباتها من تاني وتفكر في موضوع التحدي، ولكن بتوقف تفكيرها لما بتلاقي ان الفيديو بتاع جوردن وكاميرون انتشر وعمل مشاهدات. ده كمان جيسيكا بعتت لها بانها شكلها هترجع للشغل من تاني. وفي المدرسه بقى بنلاقي ان كاميرون بدا يتشهر وسط الكل، لا والمفاجاه ان هم رشحوه عشان يكون ملك حفل التخرج. اما بادجت فبتتفاجئ ان اولدن قدامها ومعاها جوردن، لا وكمان بتكون رشحت نفسها لملكه الحفله قصاد بادجت وليها متابعين كمان. هنا بقى بتفهم الموضوع كله وبتقول لها معنى كده انك انت خططتي لكل حاجه من الاول، وانت اللي كنت بتصوريني وقت ما اكتشفت خيانه جوردن. فبتقول لها اولدن بكل ثقه ايوه انا اللي عملت كل حاجه، انت فاكره انك تقدري تقارني نفسك بيا؟ عماله تخبي حياتك علينا، احنا عارفين انك فقيره وامك ممرضه وانك مش ساكنه في البيت الكبير، لكن ما رضيناش نجرح شعورك. في الوقت ده بقى بتيجي كوين وتحاول توقف اولدن، لكن مفيش اي فايده، فتعتذر لبادجت على اللي حصل وتقول لها انا ما كنتش اعرف اللي بتعمله اولدن. وبعد شويه بيجي كاميرون ويتكلم مع بادجت ويقول لها انا اسف اني مشيت وسبتك امبارح، لكن بعد المدرسه عايز اوديكي مكان هيعجبك.
بيج، وفعليا بعد المدرسة بياخدها يفرجها على معرض الصور بتاعه وبيقول لها انا وريتك صور لاني بثق فيكي. وقتها دمرها بيأنبها فجريت وسابته. وبيروح كاميرون يسأل اخته عن المفروض يعملوا مع باجيت، فبتقول له انت لازم تعمل لها مفاجأة وسط اصحابها. وفعليا تاني يوم كاميرون بيروح يقابل باجيت وسط الناس وبيجيب لها وردة عشان توافق تيجي معاه حفل التخرج. فعليا المفاجأة بتعجبها جدا وبتوافق على طول، لكن اللي بتبوظ الفرحة اولدن لما بتشوف المشهد ده بتتغاظ جدا وبتقول لباجيت انا اسفة جدا اني هفسد اللحظة الحلوة دي، بس واضح كده انك ما قلتلوش الحقيقة لسه. هو ما يعرفش ان هو مجرد رهان. فبيستغرب كاميرون ويسأل باجيت ايه اللي تقصده، فبتعترف له باجيت ان كل حاجة من البداية كانت عاملها تحدي مع اولدن. طبعا الموضوع بيعصبه جامد ويشتمهم ويمشي وتبوظ كل حاجة. وطبعا بتفضل باجيت تحاول تتصل بيه كتير جدا عشان تشرح له الموضوع، ولكن مش بيرد عليها. لحد اليوم اللي قبل الحفلة بتشوفها امها وهي زعلانة جدا وبتحاول تخفف عنها وبتقول لها باجيت انا كارهة نفسي جدا، انا حاسة اني كنت ببيع حياتي وعمري للناس والشهرة وما كنتش عارفة اعيش حياتي وخسرت اللي بحبهم. فبتقول لها امها المهم انك عرفتي كده دلوقت ودي مجرد غلطة في حياتك هتصلحيها وترجع من تاني اقوى بكتير. اما كاميرون فبيكون في الاسطبل مع الخيل بتاعه وهو زعلان. وفي يوم الحفلة الكل بيستعد عشان يروح لهناك، وطبعا كاميرون مش بيرد عليها لسه، فاضطرت انها تطلب المساعدة من اخته وبتتصل بيها وهي زعلانة وبتعتذر على اللي هي عملته وتطلب منها تساعدها عشان تسترد كاميرون لانها بتحبه فعليا. وتقوم رايحة برين بالبدلة لعند اخوها وبتقول له من يوم ما امنا توفت عمري ما شفتك مبسوط غير معاها، لازم تسامحها لانها بتحبك وانت كمان بتحبها. فعليا بيوافق. وبدأت الحفلة وباجيت راحت، وكالعادة بتيجي اولدن علشان تستفزها بكلمتين وبتبدأ الرقصة والطقوس بتاعت الحفلة. وبعدها بيجي معاد اعلان ملك وملكة الحفلة، بيختاروا جوردن علشان يكون هو الملك، وبعد كده بيختاروا باجيت تكون هي الملكة. فطبعا اولدن بتموت من الغيظ، ولكن المفاجأة بقى ان باجيت تطلع وهي لابسة تاج وتقول خطاب. طبعا انتوا فاكرين اننا طول الوقت الجميلة الغنية باجيت الناجحة اللي بتعيش كل لحظة، ولكن الحقيقة هي مزيفة. انا عايشة في مكان فقير جدا وامي بسيطة وشغالة ممرضة وبشرتي مش صافية ولا اي حاجة ومليانة عيوب بداريها بالميك اب. في نفس الوقت بتعرض لهم صور غريبة ليها من غير مكياج وبتقول لهم كمان انا في واحد علمني درس مهم جدا، وهو ان المدرسة دي عبارة عن طلبة خايفين جدا وعمالين بيداروا خوفهم بالمظاهر الكذابة، ولكن انا هبطل اكون كده، بس انا زعلانة على اللي خسرتهم علشان اتعلم الدرس ده. وبتقلع التاج وتمشي. ودلوقتي بقى بتطلع واحدة تانية عشان تكون هي الملكة، وبتكون هي اولدن على المسرح وهي متأكدة انها المرشحة التانية للتاج، بس بتنزل بكثفة والكل بيتريق عليها عشان هي اصلا مش مرشحة للتاج واللي بتفوز هي واحدة تانية اما باجيت. فبتخرج تلاقي كاميرون جاي عليها بالحصان بتاعه وواقف بيقول لها انا لسه جنبك وما خسرتنيش ولا اي حاجة. فبتوعده باجيت من دلوقتي انها هتكون على طبيعتها وهتسيب المظاهر الكذابة، لكن بيقطع كلامهم اتصال من جيسيكا اللي عايزة ترجع باجيت للشغل من تاني. ولكن دلوقتي بقى باجيت بتقفل في وشها وبتقرر ان هي ما تشتغلش معاها من تاني. وبكده بيروحوا يعملوا مغامرات كتيرة مع بعض ويسافروا لاسبانيا وفرنسا وبيصوروا ويعملوا فيديوهات ولايف مع المتابعين بتوعهم. اما بالنسبة للرهان اللي هي خسرته فهي قد العقاب وبتعمل وشم على كتفها بانها فاشلة، المهم انها فرحانة. وبكده ينتهي الفيلم، ولكن لسه المتعة ما انتهتش. عندنا افلام كتيرة موجودة على القناة هنا وفي قصص اكتر ومغامرات وحاجات جامدة جدا على القناة التانية سكريبت بالعربي، اللينك موجود تحت في صندوق الوصف. اشوفكم في الحلقة الجاية، مع السلامة.